يفغيني بروغوجين قائد قوات فاغنر الروسية شبه العسكرية، رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين حتى الأسبوع الأخير من يونيو هذا العام، حين أعلنت قواته تمردها على القيادة العسكرية الروسية. ولد بروغوجين في حزيران عام 1961 بمدينة سانت بطرسبورغ في أسرة متواضعة. يعرف بوتين منذ التسعينيات قبل أن يصبح متنفذا ثريا من خلال الفوز بعقود تقديم الطعام المربحة مع الكرملين. انخرط بروغوجين في الأعمال العسكرية في أعقاب الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا عام 2014 في دونباس شرقية أوكرانيا، وأصبح قائدا لقوات فاغنر التي تقاتل لأجل قضايا مدعومة من روسيا، حيث شاركت في سوريا وليبيا وأوكرانيا ومناطق أخرى في العالم. بعد التمرد الفاشل لفاغنر الذي قاده بروغوجين ضد القيادة العسكرية الروسية، كان من أحد شروط العفو مغادرة الأخير إلى بيلاروسيا، ليظهر مؤخرا في تسجيل قصير واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية قائلا: إننا نعمل في درجة حرارة أكثر من 50 مئوية، في إشارة إلى أنه يتحدث من بلد إفريقي.